السلام عليكم ورحمة الله. الزبناء ديالي الأوفياء والمخلصين، أمسية طيبة وبداية أسبوع موفقة، ومرحبا بكم عاوتاني في لايف جديد كيف العادة مع بروموسيون جديدة مع سلعة زوونة وكتهبل. ومرحبا بكم عند أواني عبدو سيدي مومن، المحل اللي خبرنا عليه أكثر من شهر ما درنا فيه اللايف. عدنا معكم الناس ديال سيدي مومن، ديال التشارك، ديال الحي محمدي، ديال حي البركه، كل شيء. مرحبا بكم عند اواني عبدو سيدي مومن، المحل ديالنا هذا اللي لايف معكم كيتواجد بسيدي مومن جديد بالمارشي ديال الكرون اسفل مسجد الاحسان. اللي مقابله، الدري اللي مقابله هو هشام للاخ ديالي، مرحبا بكم عنده. صراحه حتى هو راه درويش وتيتعامل، وكاين الصراحه لي زارتيكل عنده واعرين، حتى هو يعني راه نفس السلعه عندنا، يعني كيف ما كتشوفوا غيبان معكم في اللايف. غنقول لكم الاثمنه يعني في حال في حال. ومرحبا بكم عند اواني عبدو سيدي مومن، المحل ديالنا المتواجد بالكرون اسفل مسجد الاحسان. شوفوا معايا الجديد بالنسبه للناس اللي غيسولوا على لا ليفريزون، لا ليفريزون المغرب كله عندنا الجمله وعندنا التقسيط. سعدية جليل تحياتي، كاين بزاف ديال الناس غيطلعوا معايا في اللايف، مرحبا بكم عند اواني عبدو البرنوسي واواني عبدو سيدي مومن. اسماء وجدان، شكرا شكرا لك اختي، عليكم السلام. زينب زنوبه، شكرا الناس كاملين اللي طالعين في اللايف. غنقول لكم هاد لي طاس زوينين ما شاء الله ديال الكافي، الثمن ديالهم تنعطيكم 5 ب30 درهم، الموديل الجديد عاوتاني دائما اواني عبدو والجديد. كيف ما قلت لكم في الديسكريبسيون باللي سلعه زدنا نقصنا فيها، شوفوا معايا طباصل اللي تتاخذوه ب20 درهم تنديروا ليه 4 ب60 درهم، هذا كان 3 ب50 درهم درنا ليه، دابا تتاخذوه ناقص تقريبا 10 درهم، هذا 4 ب60 درهم، هذا تنعطيكم 3 2 ب50 درهم، هذا اللي تيدير 30 درهم الواحد تنعطيكم 2 ب50 درهم، هادشي فقط عند اواني عبدو البرنوسي واواني عبدو سيدي مومن. وهذا تنعطيكم 2 نمرة 36 غير ب 60 درهم. شوفوا معايا وركزوا معايا، هذا راه تيدير 40 درهم، حنا دايرين ليه 30 درهم فقط، يعني 2 ب60 درهم، يعني 1 ب30 درهم، وهذا تيدير 35 درهم، دايرين ليه 2 ب50 درهم، يعني 25 درهم، هذا تيدير 20 درهم، دايرين ليه 4 ب60 درهم. هادشي كله اثمنه جديده عند اواني عبدو البرنوسي، كيف ما قلت لكم زدنا نقصنا من السلعه وكل شيء يتقدى بارخص الثمن. بغيت البارطاج، بغيت لي لايك، بغيت القلوبه، بغيت كل شيء، قول لي اش من مدينه تتبع لي لايف ديالي. وغنقول لكم باخرى 50 درهم اولا البونبونيير بالنحاس 50 درهم فاتي عطيف، كليانه وزبونه من الزبونات الاوفياء، تبارك الله على عبدو. شكرا لك اختي بزاف، كاملين الكومنتار هرب ليا، قالت لي كاملين كلشي رائع موفقين، شكرا لك اختي. قالت لي عبدو او والليكيب ديالو يعني كاملين رائعين وموفقين، شكرا لك اختي بزاف على هذا الكومنتار زوين، شكرا لكم. عندي المريشه بعد غياب طويل عاودت رجعات وبثمن ناقص 10 دراهم، كانت بستين درهم ودابا غنديرو لها فقط 45. شوفوا معايا المريشة ديال النحاس والزاج، الثمن ديالها كتاخدوها عند اواني عبدو سيدي مومن، المحل ديالنا المتواجد بالكرون بالمارشي ديال الكرون اسفل المسجد الاحسان، هو السويقة ديال المارشي. غنقول لكم هاد هاد المريشة 50 درهم، هادي 50 درهم او لا هادي 45، غتاخدها ب 45 درهم، وهاد المبيخرة 120 درهم، يعني 2400، ولي بلاطو ديال الرخامة 2 ب70 درهم، هادو 2 ب70 درهم. الناس ديال سيدي مومن مرحبا بكم عند هشام سيدي مومن، المحل الصراحة حتى هو راه فيه بزاف ديال السلعة وعامر ما شاء الله برومو، يعني كل شيء يجي يتقدى عند اواني عبدو سيدي مومن. المحل ديالنا تبارك الله هذا راه حتى هو غني عن التعريف، وفيه بزاف ديال السلعه اللي زوينه، و ممكن غير اواني عبدو. هاد الطبيصلات الكبار تنعطيكم 1 ب10 دراهم،
نجوى حلبي قالت لي بالتوفيق متتبعه من الديار الايطاليه، شكرا لك بزاف. عندنا لينا بويتي تحياتي حتى هي فاطمه الزهراء نجيم، شكرا عليكم، السلام ورحمه الله. اسيا ام صفوان تبارك الله على خويا عبدو، الله يبارك فيكم كل شيء، شكرا لكم بزاف. عندنا الكاس ديال الماء اللي بكيسان ديالو، تنعطيكم باك ب 120 درهم يعني 2400 ريال. اللي بغى شي حاجه تكريني بالنسبه لخدمه التوصيل، غنقول لكم دائما خدمه التوصيل كنديروا خدمه توصيل جميع ربع المملكه المغربيه. عندنا الرزيزه المويان تنعطيكم 125 درهم يعني 2500 ريال، شي حاجه لي طوب ويعني لا حفتي لا ما تصدي ما والو. عاوتاني الجديد والفيرزاتي شوفوا معايا طبايصلات، هادو تنظن بلا، هادو البلا تنعطيكم سا ب 600 ريال، وكاينين الغارقين ديالهم يعني فيهم جوج ديال الموديلات، عندنا الغارق وعندنا البلا يعني سا ب 30 درهم، ست البياسات ب 30 درهم فابور، هادو تيديروا 6 درهم راه كبار، تنظن شي فيه شي 20 سنتيم يعني لا شي 18 سنتيم فيه. هادو سا ب 600 ريال الغارقين، والبلا ديالهم كذلك سا ب 600 ريال، والبلا وغتاخذوا الغارق يعني فيه جوج ديال الموديلات، والبريق العجيب البريق لي طوندونس في المحلات ديالنا كاملين تنديروا ليه 40 درهم فقط. درت معكم هذا اللايف بالنسبه للي كومونتير، اكثريه لي كومونتير قالوا لي بالنسبه لسيدي مومن ما فيش السلعه، يعني غادي نوريكم السلعه كامله اللي كاينه، يعني السلعه اللي عندي في المحل ديال سيدي ديال السيد البرنوسي كاينه في المحل اللي في سيدي مومن، يعني اللي بغى يجي اللي قريب لي سيدي مومن حتى هو يجي عند هشام يتقدى. عندنا البانينوز غرانيت تنديروا ليها 200 درهم، شي حاجه لي طوب مونشيف غرانيت، وشي حاجه اللي عاوتاني زايده مهم زوينه، ولكن راه تاخذ شي حاجه اللي غادي تبقى عندك دائم. عندي لا كوب ديال الزاج تنديروا لها 60 درهم يعني 1200 ريال، ثمن جد مناسب وثمن تفضيلي بالنسبه للناس الدراوش. البريس اورانج تنديروا ليها 120 درهم 2400 فاطره 200. عندنا لي تيرموس البريستيج 150 درهم، هادو 150 درهم وهادو 120 درهم، وهادو اللي درنا لهم مؤخرا 100 درهم، كلشي يتقدى. لا سوبر الفيرزاتي بطبيصلاتها بالزليفات ديالها تنديروا ليها فقط 160 درهم يعني 3200 ريال، 3200. والكاغاف فيولا الثمن ديالها 40 درهم يعني 800 ريال، ثمن عاوتاني تنافسي وثمن ديال البرومو، هذه تدير 80 درهم بلايص اخرى 60 درهم الى نقصوا لكم وداروا معكم زوين. عندنا لي تيرموس نبيعوا جوج ب 70 درهم من هذا الموديل، وكذلك هذا الموديل جوج ب 70 درهم، وكذلك هذا الموديل جوج ب 70 درهم. وعندي لكم المداني راه حاضر بقوه هنايا، راه ولا حاكم ليا لازون الصراحه، شكرا ليه بزاف، راه الناس كلشي تيسول عليه، نقول لك تهلا ليا في المداني. الراكيطه تنعطيو 3 ب 20 درهم، كاين هذا الموديل يعني موديل واحد ولكن فيها جوج ديال لي كولور، عندنا هادي وعندنا هادي يعني الجولد والسيلفر، ثمن 3 ب 20 درهم، 3 لي بيس ب 20 درهم. وعندنا سالاديغ التفصيل ديالها شوفوا معايا، سالاديغ معها 6 بيصلات 6 زليفات، ثمن 70 درهم 1400. بغيت لي كومونتير وبارطاج، والناس ديال سيدي مومن مرحبا بكم عند اواني عبدو سيدي مومن، المحل ديالنا اللي كيتواجد بالكرون بالمارشي اسفل مسجد الاحسان اون فاس مع مولين الديسير، كيف ما كتشوفوا حنا جينا وسط السويقه، هذه هي السويقه مولين الديسير يعني وحده استوديو العالمي. عندنا المقراش لا مارك كنز هذا اللي تيتبدل ليه اللون تنديروا ليه 160 درهم يعني 3200 ريال، كاين بزاف ديال السلعه وبزاف ديال لي برومو. القرعه تنديروا ليها وحده ب 20 درهم، كاين هذا الموديل وكاين هذا الموديل. السي المدني فين السلعه ديال البرومو، فين هو الزاج، فين هو البديع، تقول لي اجي دير ليا اللايف. عندي لكم 6 بايصلات من هادو ب 20 درهم،
كاينين هادو 4 ب60 درهم سكرينيو، هادو 4 ب60 درهم، هادو 5 ب30 درهم، كاينين هادو تنعطيكم 1 ب20 درهم، كاينين هادو 6 ب25 درهم، كاين هاد الطبيصلات 3 ب25، كاينين هادو 6 ب400 ريال، يعني راه كاين بزاف ديال السلعه، كاينين هادو 8 ب600 ريال. رقم صدعنا. المهم سكريني ولي زارتيك اللي غتبغيو ومرحبا بكم. راه لي السلعه ديال الزاج وديال البديع نوريو الناس هنايا، كاين برا الصداع. المهم سمحوا لي عندنا ليكم هاد الطبيصلات تنعطيكم 8 منهم ب20 درهم، هاد الموديل 8 ب20 درهم. كاين زليف هادو شحال دايرين؟ هادو 7 دراهم. مولي الورده شوفوا معايا زوينين الصراحه، ديكور واعر 7 دراهم، كيديروا 9 دراهم 8 دراهم هادو في محلات اخرى. عندي ليكم هادو طبيصلات ديال الورده الكبار، هادو راه كاينين عند هشام في سيدي مومن، انا راه سهلوا لي انا المحل ديال عز الدين، يعني غبغيتهم غتجيو لهم سيدي مومن غتاخذهم. هادو تنعطيكم 3 ب 1000 ريال، 3 ب 50 درهم، هادو 5 ب 35 درهم، يعني هادو راه كبار ماشي صغار. المهم مويان زوينين، ارى مداني راه حاضر بقوه وتيتهلا لي في الزبناء ديالي صراحه، راه تيشكروا بزاف. شكرا لك بزاف السي المداني. هاد الطبسيل تنعطيكم منه 5 ب 30 درهم، يعني 5 البياسات، 5 البياسات ب 30 درهم. وما تنساوش المريشه باللي داير لها اواني عبدو فقط 45 درهم باش غتاخذوها، 45 درهم، والمباخره 120، ولي بونبونيير 50 درهم. عندي الطبسيل شوفوا معايا ديال الورده تنعطيكم 1 ب 20 درهم. جيب لي الزاج، جيب لي داكشي كلشي، داكشي اللي عندكم برومو كامل، والناس ديال سيدي مومن مرحبا بهم. عندنا عندي لكم هاد الطبسيل تنعطيكم 4 منه ب 60 درهم، 4 البياسات من هذا ب 60 درهم، وكاينين هادو تنعطيكم 4 ب 20 درهم، هاد الموديل الزوين 4 ب 20 درهم، ولكن غتاخذوا الكاليتي والفينيسيون وكل شيء. كاينين المولات ديال القلب المربع الدائر تاعهم تنديروا لهم 60 درهم، لي كاسرول اينوكس 230 درهم، 5 ديال البياسات 230 درهم. كاينين الفيوزات 90 درهم، يعني 1800 ريال. كاينين هادو غادي يطيحوا يتهرسوا خويا، هاد الزليفات شوفوا معايا وسكرينيو وبارطاجيو. بغيت تمنتين واحد بغيت تبارطاجي اللايف وتقول لي اش من مدينه تتبع لي لايف ديالي ومرحبا بكم. هاد المحل لي لايف معكم كيتواجد بسيدي مومن بالكرون اسفل مسجد الاحسان، المحل اللي كيسيروه السي المداني والسي هشام والسي بوعلام الرجل الطيب والخلوق. عندي لكم هاد زليفات 6 ب 13 درهم، 6 زليفات ب 13 درهم. وعندي لكم البلاطو اينوكس، هذا ما بقاش في البرنوسي السي هشام، هذا الثمن ديالو 90 درهم. هاد البلاطو كذلك ما بقاش في البرنوسي، هذا راه برومو، ونقول لكم باللي التاج ديال التاج رويال ما تيصدي ما والو، هذا ب 90 درهم. عندي لكم عاوتاني زليفات نعطيكم هادو 6 ب 400 ريال. كاينين بزاف ديال التويشيات بلاطو ديال لي صالاد ديال الشوا ديال الحطات، الثمن ديالو 170 درهم، لا مارك تيتانيك. وكاينه سينيور رويال 195 درهم، 195 درهم سينيور رويال. وكاينه العطريه اللي دايرين لها برومو 160 درهم. كذلك عند كاينه عند هشام المحل ديال سيدي مومن، دائما الناس كانوا كيجوني لي كومونتير وميساجات بزاف، السلعه ما كايناش في سيدي مومن، حنا وجدنا لكم السلعه جيو بروفيتيو من طباصل. كذلك زدنا نقصنا في ليكم فيهم 10 درهم. الطبسيل ديال 36 اللي كتاخذوه ب 40 درهم، دار لي اواني عبدو جوج ب 60 درهم، والنمره 30 اللي كيدير 30 درهم درنا ليه 25 درهم، واللي كيتباع ب 400 ريال درنا ليه 15 درهم. هادشي ثمن ناقص 5 درهم 10 درهم من الارتيكل. عندي لكم زليفات هاد الشكيل تنعطيكم 6 ب 700 ريال،
نسمحوا لي الناس اللي ما تنقراش لهم لي كومونتير ديالهم، يسمحوا لي سميه الرامي زليفه هشام مزوقين، واش باقي عندك؟ ما بقاوش اختي، غادي يجوا ان شاء الله. هاد الطبيصلات ديال فيرزاتي، شوفوا معايا هاد الجولد اللي جاو هكا زوينين، جاو بلا وجاو الغارقين. نعطيكم السا ب 30 درهم، ست البياسات ب 30 درهم. عندي لكم هاد هاد لي كلوش ثلاثه ب 1000 ريال، ثلاثه البياسات. هاد الكاس ديال غوتشي الثمن ديالو 40 درهم. المقراش ديال الاعشاب نعطيكم 60 درهم. كاين قطاره ديال القهوه النمره 2 الثمن ديالها 1000 ريال. الناس كيسولوا على المحل ديال سيدي مومن فين جا ام البنين. المحل ديال سيدي مومن كيتواجد بالمارشي ديال كرون اسفل مسجد الاحسان وسط السويقه ديال المارشي، وفي الصف ديال بيم، يعني في الصف ديال بيم. جيو سولوا على اواني عبد البرنوسي غيوريو لكم. هاد الزليفه عندكم 46 درهم، يعني ست البياسات ب 40 درهم 800 ريال. كاين عندي بزاف ديال التويشيات هنايا غابرين. هاد الطنجرات ديال تيتانيك هادي 24 110، كاينه 28 130، وكاينه 30 140 درهم، وكاينه 26 120 درهم. يعني من 110 تبدا طالب 10 درهم حتى 140 درهم. ولي مول ديال الطاك تيديروا 70 درهم 1400 هاد الموديل، وكاين هاد الموديل اولا هاد اللون، وكاين كذلك هاد الموديل ب 70 درهم فقط عند اواني عبدو البرنوسي اولا اواني عبدو سيدي مومن. والعطريه ديال القطاني باش نعطيكم 410 درهم، هادي حتى هي طوندونس في المحلات ديالنا عند اواني عبدو لا مارك توجور لا مارك امبريال. شكرا للناس كاملين. هاد البانينوز لا مارك دوتشمان، هادي لا مارك غنيه عن التعريف، يعني غتاخذ شي حاجه اللي غتبقى عندك دائما وابدا. هادي شي حاجه اللي طوب، هادي كدير 200 درهم. اواني عبدو داير لا بانينوز 130 درهم، 2600 ريال بانيني دوتشمان غرانيت، شي حاجه واعره. سكريني ولي زارتيكل وجيو بروفيتيو عند اواني عبدو سيدي مومن واواني عبدو البرنوسي بارخص ثمن. ومولينيكس ديال الايس كراش لا مارك فيزلر، فيها الايس كراش، فيها الكيس ديال العطريه، فيها اطرونس الثمن ديالها 190 درهم، وكاين فيها العدد، ولكن راه غتاخذ شي حاجه اللي غتبقى عندك ان شاء الله. مولينيكس زوين الصراحه. عندي لكم المقيلات الكريبرت نعطيكم جوج ب 65 درهم، جوج ديال المقيلات من هادو ب 65 درهم فقط عند اواني عبدو سيدي مومن واواني عبدو البرنوسي. والكريبر ديال 20 سنتيم فقط 60 درهم، كدير 70 درهم 80 درهم، دايري لا 60 درهم فقط. عندي هادو جوج ب 80 درهم، الكريبر ديال الجرانيت لا مارك تيتانيك جوج ب 80 درهم، جوج ديال البياسات ب 80 درهم. وعندي مولينيكس هوم ماستر، هادي ما شاء الله رب مولينيكس واعره، وخدمنا بها وعمر شي واحد ريكلامها لينا، حقاش واعره والموطور ديالها زوون. الثمن ديالها كتستافدوا منها فقط غير ب 210 درهم، 4200 4200. وكاين عندي الكاس بالكويسات ديالو ب 60 درهم، هذا مع ست الكيسان والغراف ب 60 درهم. كاين بزاف ديال التويشيات، طحانه العطريه ب 60 درهم 1200 ريال. كاينين الكاسرول ديال الجرانيت 320 درهم فالور، كاين الباتور فيزلر الثمن ديالو 90 درهم 1800، شي حاجه طوب. هذا اينوكس وتقيل لا مارك فيزلر المانيا، شي حاجه واعره. المداني بقى عندك شي سلعه تما توريها الناس؟ عندي لكم المقيلات ديال تيتانيك كذلك 26 تنديروا لها 70 درهم نمره 26. كاينه ال 20 50 درهم، كاينه 24 65 درهم، كاينه مقله على سبعة الوجوه 80 درهم يعني 1600 ريال. كاينين كاسرونات لا مارك تيتانيك 3
بسبعين درهم غنستغلوا الفرصة ونوريكم أواني عبدو سيدي مومن فنجة. يعني وسط السواقة ديال المارشي هي هادي، حنا كيكونوا النقاشات هاد البلاصة والمارشي راه هو هذا مقهى الطاس، هاي فينا هي، مرحبا بكم، المحل ديالنا هو هذا. عندي لكم القرعة، سنعطيكم ربعة بألف ريال من هادي، كاين الكاس ندير ليه 550 ريال، هذا يعني 27 درهم ونص ثمن واعر، جيو بروفيتيو. عندي لكم عاوتاني هادو ثلاثة سنعطيكم بألف ريال، كاينين الكويسات 25 درهم، حتى هو المحل تبارك الله راه فيه ميدار، فيه بزاف ديال السلعة، بزاف ديال البرومو، غتجيو تستافدو من عند أواني عبدو سيدي مومن، المحل اللي كي سيرو سي هشام. بورت بان اللي الثمن ديالها كدير 50 درهم فقط. كاينين سالاديير اللي تنعطيكم اولا زليفه ديال الفروي، الثمن ثلاثه لي باك ب 1000 ريال، من هادو ثلاثه لي باك ب 1000 ريال، والبديع ما شاء الله راه غتلقاوه عند الباب. يعني هاد الطبيصله تنعطيكم ثلاثه ب 25، زليفات خمسه ب 600، قال لكم السي المدني خمسه ب 600، هادو المدني عنده ديريكت عندك تغلط في المدني في الثمن. هادو تنعطيكم 8 ب 400، هادو 27 درهم، هادو 27، هنا 5 35، هنا 4 ب 60 درهم، وهنا 3 ب 50 درهم، والفرار حتى ايتيمات حتى هو حتى هما راه كاينين، يعني كلشي كاين ما شاء الله في المحل ديال سيدي مومن، حتى هو راه كيتميز بسلعه زوينه، والسلعه اللي عندنا في البرنوسي راه حتى هو تتكون فيه. طبيصلة الزاجين 6 ب 400 ريال، زليفات ديال فيرزاتي 8 درهم، شوفوا معايا زلافه كيفاش دايره، طوب الصراحه 8 درهم. البونبونيير 50 درهم، جو بروفيتيو عند اواني عبدو سيدي مومن، المحل ديالنا ديال المارشي ديال الكرون، اسفل مسجد الاحسان، والسويقه ديال المارشي واسفل مسجد الاحسان. وهاد الطبيصلات الخطيرين العجيبين اللي سنعطيكم 6 ب 30 درهم، وكاينين هاد لي طاس الزوونين، شوفوا معايا كاليتي الطوب، سنعطيكم 5 ب 30 درهم، 5 د البياسات ب 30 درهم. وكاين هاد الفناجيل لي بلا لي طاس، بلي طاس يعني لي طاس ولي دو سوفير، الثمن ديالهم سنعطيكم 6 طبيصلات ب 60 درهم، 6 طبيصلات وست لي طباصل وست كيسان ديالهم ب 60 درهم، والمول ديال الزاج ب 60 درهم. عندي البلاطو 3 ب 20 درهم. الناس اللي كانوا باغينا نديروا لكم اللايف من المحل ديال سيدي مومن، يعني السلعه اللي كاينه عندنا في البرنوسي كاينه عندنا في سيدي مومن، يعني ما كاينش اختلاف بين المحلات ديالنا، كلشي يعني فحال فحال. مرحبا بكم عندنا، دائما لي برومو كيوصلوا حتى ناقص 50%، الباك 95 درهم. هات الباك هذا اللي فيه 6 طبيصلات واحد كبير، هاد الديكور تنديروا ليه الثمن ديالو 170 درهم، 3 بياس هادو كذلك 170 درهم، وهادو اللي فيهم جوج 150 درهم فقط، باش كتستافدوا منهم عند اواني عبدو سيدي مومن. مرحبا بكم، بغيت البارطاج، بغيت لي كومونتير. الناس اللي كيسولوا خدمه التوصيل، تنديروا خدمه التوصيل جميع ربوع المملكه المغربيه، بالنسبه للبلونجور 100 درهم لا مارك لوكسوس. كاين هذا اللي فيه البلونجور، فيه الهاشوار، فيه بزاف ديال التويشيات، 180 درهم لا مارك كنز. المولينيكس العاديه 100 درهم. كاين بزاف التويشيات، كاين هاد الميكسور والهاشوار والطراب والكاس ديالو 145 درهم، يعني 2900 ريال. كاين الميزان كذلك حتى هو حاضر ب 50 درهم، 1000 ريال. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى القليبات وعلى البارطاج. هاد الموس هذا مازال حتى هو حاضر، شوفوا معايا، يعني هشام السلعه اللي كاينه في سيدي مومن ما كايناش في البرنوسي، والناس تيقولوا العكس، كيقول لك المحل ديال سيدي مومن ما فيش السلعه، بالعكس كاينين تويشيات هنا حنا كاع ما عندنا في البرنوسي. هاد الموس اللي دير رخامه اللي درنا ليه فقط 50 درهم باش كنبيعو، كان ب 60 درهم درنا ليه 50 درهم، شوفوا معايا ديكور واعر كيدير 100 درهم 90 درهم في متاجر كبرى.
الناس اللي كيسولوا على خدمه التوصيل، بالنسبه لخدمه التوصيل كتوصل يعني تقريبا غتخلص على كوليا 30 درهم او 40 درهم شحال ما كانت فيها ديال السلعه. المهم الناس بغيتكم تجيو تبروفيتيو من المحل ديال سيدي مومن ديال مارشي ديال الكرون، وتواصلوا مع هشام النمره ديالو اللي هي 06 29 04 84 75. عقلوا معايا 06 29 04 84 75. عندو هاد لي طاس الخطيرين العجيبين اللي كانوا درنا لهم 100 درهم دابا دار لهم برومو 90 درهم فقط، فيهم هكا قليب مقسوم الثمن ديالهم 90 درهم باش غتستافدوا منهم. جو بروفيتيو عند اواني عبدو سيدي مومن المحل ديالنا ديال مارشي ديال الكرون. الصراحه حتى هو كيتميز بسلعه زوينه وفيه تويشيات رائعين. المقراش ديال تيتانيك تنديروا ليه 60 درهم، والمقراش ديال اينوكس جوج ونص تنديروا ليه 80 درهم. كاينين بزاف ديال التويشيات وبزاف كاينين هاد اللعيبات ديال بغوص طواليط الثمن ديالها تدير 120 درهم. سير ما داناش بغيت تقول الناس ودوي تما قدحك لاقي شي بزطام تدوي قول الناس مرحبا بكم جو ان شاء الله فيكم. ها الناس راه تيهبطوا من هنا تيهبطوا المحل ديال سيدي البرنوسي. ها هاش ما كاينش عندك قدام هذانا. المهم هاد التسليلات نعطيكم وحده ب 10 درهم فقط، جو بروفيتيو عند اواني عبدو سيدي مومن اولا برنوسي، جو بروفيتيو من المارشي ديال الكرون. المحل ديالنا هذا راه ما تيفتتحش يوم الجمعه فقط، يعني الايامات الاخرى راه من 10 الصباح ل 10 الليل، ويوم الجمعه ما كيكونش كيكون يعني ربو. بالنسبه للقطاره ديال القهوه حتى هي راه مازال ديسپونيبل عندنا، تنديروا ليها 120 درهم فقط باش كتستافدوا منها. مصطفى العماري ما عرفتش شنو علاش انا سولتيني خويا قلت لي عاود جاوبني، ما عرفتش شنو الميساج اللي لحقت ليا اولا الكومونتير ما رديتش ليه البال، سمح ليا عاود سول ونجاوبك خويا. لطيف الحرشي شكرا، السعديه جالب شكرا. كاين بزاف ديال الناس ما جاوبتهمش، تحياتي الناس فاس. هشام تيقول لكم تحياتي الناس ديال فاس، عندو كليان في فاس بزاف. وعاوتاني شكون ثاني اش من مدينه سي هشام تبغي دير لها ديديكاس؟ تحياتي الناس ديال بوش دور ديال الرشيديه ديال الريش ديال الريش ديال الدريوش كلشي، تحياتي الناس ديال تيطوان حتى هما. وما نساوش كازا حتى هي راه تبارك الله ما شاء الله راه كاين فيها بزاف ديال الكليان ديال اواني عبدو. والفراقه الزجاجيه هادي تنديروا ليها 70 درهم فقط عند اواني عبدو البرنوسي واواني عبدو سيدي مومن. والبطه الجميله يعني هادي ما عندناش حنا وما عندناش في البرنوسي، هادي يعني هاد السلعه اللي ما غتلقاوش عندنا. البطه حتى هي ما كايناش 60 درهم تنديروا لها هاد البطه الزوينه ديكور واعر 60 درهم. مرحبا بكم عندنا، ولكن غتنتظروا المفاجاه غدا، غدا تكون سلعه طوب عاوتاني جاي الجديد في الطريق. يعني هذا لايف للتذكير فقط بالسلعه اللي متواجده في المحل ديال سيدي مومن عند هشام. والناس اللي غيبغيو يتواصلوا مع هشام النمره ديالو 06 29 04 84 75. جيو عنده حتى هو راه عنده يعني السلعه فحالي فحالو، وحتى هو راه تيدير جمله تيدير التقسيط فحال فحال حنا الحمد لله. ومرحبا بكم، ونقول لكم ان شاء الله فروسكم نتلاقاو غدا ان شاء الله في لايف جديد مع السلعه لي طوب ان شاء الله. كونوا في الموعد، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.